سؤال، هل يصح لكاهن ان يعطي كأس الدم للشمامسة قدام الهيكل ليتناولوه بأيديهم؟ لا، هو يعطي الكأس للكاهن الشريك يتناول بأيديه، لكن للشمامسة لا. هي حالة واحدة تستثنى إذا كان واحد مرسوم بياكل كامل، بياكل كامل، ولكن هذا بياكل الكامل لازم يكون بيلبس لبس زي الكهنوت بالظبط كده، بس يختلف عن الأساس في العمة. ومعروف عند الناس كلهم إن ده الشماس كامل، لكن الشمامسة العامة